طيب لتكون البداية مع السيد كاظم أبو خلف إن كان معنا في الاتصال، لتكون البداية معك سيد كاظم، كيف تقيمون الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ونحن في الأسبوع الرابع من العدوان الصهيوني، وما هي أيضا أبرز المخاطر التي يعيشها المحاصرون؟ تفضل سيد كاظم. مساء الخير. الحقيقة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قبل الحرب كانت أصلا مأساوية، ثم لك أن تتخيلي بعد الحرب كم ازدادت سوءا. أضرب بعض الأمثلة ببعض التفاصيل حتى يعني تكتمل الصورة في أذهان من يستمع أو من يشاهد. على سبيل المثال، قطاع غزة هناك 65 شبكة من شبكات الصرف الصحي، هي في غالبها لا تعمل، فهذا أدى إلى فيضانات في مياه الصرف الصحي، وكلنا نعرف أن الفيضانات في مياه الصرف الصحي ما بين المدنيين، وكلنا نعرف أن قطاع غزة هو يعني عجب المدنيين بالناس، 2.2 مليون إنسان في مساحة صغيرة. إذن هذا يؤدي وينذر بكارثة إنسانية كبيرة، تضيف إلى الكارثة التي بدأت تتكشف بعد بداية الحرب أن أمراض قد تنتشر بشكل سريع وبشكل كبير وبأعداد مهولة، وهذا يؤدي إلى ضغط أكبر على المستشفيات التي هي أصلا تعاني من قلة الكادر الطبي ومن إنهاك الكادر الطبي. هي تعاني من تقريبا انعدام الوقود اللي هو عصب الحياة بالنسبة للمستشفى، مولدات الأكسجين والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، بعض العمليات على ما سمعنا تجري على الأرض وبدون تخدير. بالنسبة للمخزون الغذائي مثلا على سبيل المثال في قطاع غزة، تقديراتنا تفيد بأنه يعني لن يكفي لأكثر من 5 أيام وفي أحسن الأحوال 7 أيام. مطحنة وحيدة للقمح في قطاع غزة لا تعمل لنفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء، بالتالي معدل انتظار الناس للحصول على الخبز بالمعدل هو من 4 إلى 6 ساعات. مراكز صحية الوقود فيها آخذ بالنفاذ، فبالتالي لا يمكن أن تقوم بعمليات تعقيم الأدوات المستخدمة. في وكالة الغوث نحافظ قدر المستطاع على الحد الأدنى من الخدمات، ولكن نحن أيضا في مراكزنا عرضة لأن ينفذ منها الوقود. لدينا 92 فريق طبي متنقل، يعني يتنقل في بعض مناحي قطاع غزة إذا ما سمحت الظروف، ظروف أعمال الحرب، ولكن هم أيضا في حالة من الإجهاد بحكم العدد المهول جدا من الطلبات. لدينا في قطاع غزة كما ذكرت 2.2 مليون إنسان، منهم 1.4 مليون أصبحوا نازحين داخليا، ومن هؤلاء 690 ألف إنسان نزحوا. بالحديث حول هذه النقطة التي تطرقت إليها منذ قليل بالنسبة للعلاج، كيف يعالج أزيد من 2 مليون مواطن؟ هنا لا نتحدث فقط عن المصابين وإنما بل عن أصحاب الأمراض المزمنة من الأطفال وأيضا مسنين وحوامل ورضع أيضا. بالضبط، هذه بعض ملامح المأساة. يعني قبل الحرب هناك مرضى، وهناك مرضى يحتاجوا إلى أن يكونوا في سرير الشفاء، ثم بعد الحرب كانت ترد إلى المستشفيات يعني كل 30 دقيقة ممكن يجي 30 أو 40 جريح بحكم القصف المتواصل. ثم بعد أن استمرت الحرب لأيام وأيام ونفذ الوقود، أصبحت يعني بعض المستشفيات خارج عن الخدمة بسبب غياب الوقود. غياب الوقود على فكرة منذ 7 من تشرين الأول، يعني منذ اليوم الأول من الحرب لم يدخل إلى غزة أي لتر من الوقود، مع أنها تحتاج كل يوم في غزة إلى 160 ألف لتر، فهذا يعني مؤشر ينبئ بحجم المأساة. لا نبالغ إذا ما قلنا حسب بعض التقارير بأن عمليات جراحية تجري على الأرض في المستشفيات، وتجري بدون مخدر، وتجري أحيانا على أضواء الهواتف النقالة. الوضع مأساوي بما تحمل الكلمة من معنى، وهي ليست مبالغة حتى يستجيب المجتمع الدولي لاحتياجات الناس في غزة. هذه حقيقة، وتقارير صادرة عن مؤسسات دولية معتبرة تفيد بذلك. طيب سيد كاظم أبو خلف، ابقى معنا لننتقل إلى الإعلام الفلسطيني بهاء الحداد. مرحبا بك مرة أخرى سيد بهاء. مع دخول العدوان الصهيوني